السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح نديرو واحد لغوسيت، واحد الوصفة اللي هي عيطولها الفطيرة. نروحوا للمقادير تاع حد الفطيرة. الحاجة الأولى نبدأ نطيبو تكتوكات تاعنا، اللي هي عندي الفلفل الأحمر، الفلفل الأخضر حبيبة حبيبة، وعندي حبيبة تاع البصل، طريفة تاع الدجاج ميم با ربع تاع الصدر تاع الدجاج، شوية تاع الملح، فلفل أبيض، وعندي شوية تاع الملح. دوك هادو ما كامل نديرهم يتقلاو في مقلة ديراكتومون. دوك نوريلكم هنا ندير كلشي على خطرة باش ما تصعبوا عليكم الحالة. بسم الله ندير شوية تاع الزيت، واحد تلت مغارف تاع الزيت هكذا، وندير شوفوا مع البصل مع الفلفل مع كلشي هكا ونزيد معاهم ديريكتومون طريفات تاع الدجاج هكذا، ماشي كل حاجه وحده. فوالا واش نزيد، ديروا شويه بزياده هكذا باش تبان لكم. هنا عندي شويه تاع الملح هكذا، ونزيد شويه تاع فلفل كما قلت لكم، انا عندي فلفل ابيض هكذا. بسم الله فوالا، هادو دوك ديريكتومون نديرهم يطيبوا فوق النار. هنا شوفوا اني درت مغرفه صغيره تاع طوماطيش مصبره، ونزيد شويه تاع العكري باش يجينا لونها برك شباب هكذا فوالا، ونعاود نردها فوق النار تزيد تطيب. هنا نروحوا للعجينه تاعنا. العجينه عندي زوج كيسان تاع الماء. بسم الله ديروا زوج كيسان تاع الماء يكونوا دافيين، هذا الاول بسم الله وهذا الثاني هكذا. يعني درت زوج كيسان تاع الماء دافي، نزيد له ندير شويه نتاع السكر، مغرفة السكر ماشي حاجه، ندير الملح والخلالي. هنا عندي الخميره مغرفة تاع ماكله تاع الخميره هكذا، عندي تلت مغارف تاع زيت الزيتون. بسم الله هذه الاولى، الثانيه والثالثه فوالا، نقول لكم الاخرى قعدت لي الغرفه فوالا، هادو ما صافي ثلاثه معمرين بيان هكذا. هنا نحرك هادوما بسم الله، نزيد ندير حبيبه تاع البيض هكذا. انا درنا كلش الحاجه الاولى، ندير كاس تاع دقيق رطب ها هوك، نبدا به هو الاولاني فوالا هكذا. انا شوفوا هذا الدقيق هو اللي نخليه يتفاعل مع الخميره هكذا، صافي مازال لنا الفرينه مازال لنا الملح هكذا، نخليها نغطيها ونخليها تخمر في عقلها فوالا هكذا. هذه هي نكملوا العجينه تاعنا. هنا شوفوا هي تفاعلت صديق خمرت مليح، نزيد نخلطها نحبط هذاك التخمار. دوكا ندير شويه الاعشاب، ديروا الزعتره هذا ما كان، ديروا شويه تاع الزعتره فوالا هكذا، وندير شويه تاع الفلفل، فلفل كحل ولا فلفل ابيض واش عندكم ديروا فوالا، نخلطها مليح. ندير الكاس الاول تاع الفرينه بسم الله، درنا كاس دقيق، هذا كاس الاول تاع الفرينه، ندير الملح ها هوك ونزيد شويه تاع الفرينه، نقول لكم شحال بدات لي فوالا. شوفوا ربدت لي كاس دقيق وكاس ونص تاع الفرينه هكذا، راكو تشوفوا لازم نخليها شويه جاريه كيما راكو تشوفوا فيها فوالا، نزيد نخليها تطلع شويه هكذا، ومن بعد نديرها في المول تاعي اللي يروح للكفوخ. هنا ها هيك العجينه تاعنا
هاي زادت خمرت، كسرت لها الخمير الخمار تاعها. فوالا دوك واش ندير؟ لو مول تاعي درت له الفرينه ودرت له الزيت هكذا. دوك نقول لكم لو مول هذا شحال فيها. نجيب لاسباتول خير. يا الله يا كريم. هذا ما ديروهاش خشينه بزاف باسكو على بالكم بلي تخمر. ها هي فوالا. نسقمها نيطاليها بيان هكذا. دوكا واش ندير؟ ندير لها التشكتوكا هذيك. نبدا نزربع هكذا حتى نكملها كامل. شوفوا وجبه العشاء حتى نكملها كامل. هنا نزيد شويه زيتون هاهوك بلعدم هكذا. فوالا نزيد الفرماج. الفرماج اللي عندكم واش بلا ما نقول لكم الماركه اللي حبلي عندكم في الدار ديروه. فوالا نزيد حبيبه زيتون باش نشبعها من الفوق هكذا. ديجا راه كي درت لها التكتوكه ديجا خمرت العجينه ها. فوالا نزيد لها شويه تاع معدنوس من الفوق. هذه هي ماشي حاجه وجبه كامله. هذه هي فوالا. الفوق تاعي راهو يسخن، راني دايرتو 180 درجه. دوك ندخل ديريكتومون لو بلا للفوق. خبيزتنا كيما راكو تشوفوا فيها ولا هي كيما يقولوا لها الفطيره راهي واجده قدامكم. طابت هايله من تحت راهي حمراء بيان، ومن الفوق كيما راكو تشوفوا فيها. هذه هي دوك نقسمها ونقسمها قبل ونشوف كاش راهي من داخل. هاي الفطيره تاعنا كيفاش طابت؟ طابت حمراء من داخل واش من تحت واش نقول لكم طابت هايله. هذه هي وصفه هايله خفيفه ظريفه. ها هي كيما قطعتها. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. ما عليا غير نقول لكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.